بره بقى. احنا من السكنه فاش اربعه ولاد احمد تنعاني واخويا، ما كاين لا طاكسيات لا طوبيسات، الطريق ما كايناش، البنيه التحتيه زيرو، صب الشتا تيفيض عندنا الماء، عايشين واحد الحاله كارثيه هنا فاش اربعه ولاد احمد. جا عندنا سعاده العامل، جا عندنا سعاده الوالي، حتى شي حاجه ما كاين، حتى شي جديد ما كاين. الكذوب، حتى حاجه ما كاينه. خلصنا رزقنا، خلصنا كل شيء، حتى واحد ما تيتسنى شي حاجه. عايشين في العذاب اخويا فهاد الفتح اربعه ولاد احمد. لا طريق كاينه، طاكسي لا بغى يجيبك تيجيبك ب تيجيبك 360. تجي لك الدوبل 8 درهم تيدوبلها لك هويا. من المدينه لهنايا. خويا تنعانيو فتح اربعه ولاد احمد، تنعانيو بزاف اخويا. وما كاين لا مسؤولين لا والو، ما كاين لا جماعه، ما كاين والو. حتى حاجه ما كاينه اخويا. وبغينا هادشي يوصل للمسؤولين، الله يرحم بها الوالدين. حنا عندنا مشكل ديال الطاكسيات، ملي كنجيو كيجيو معطل الطاكسي في الصباح ما كيبغيش يهزنا، مشكل في الليل عاوتاني، ومشكل ديال الطريق، مشكل ديال الطاكسيات، ما كنلقاوش الطاكسيات، وفاش كنبغيو نركبو كنقول لهم فتح اربعه كيقول لك الثمن باهظ، ما يمكنش انايا نمشي انا وثلاثه الوليدات، عندي ثلاثه الوليدات، ما يمكنش نسافر بهم ولا نمشي بهم شي بلاصه، بعدين المرات كنمشي في السبيط، نمشي غير السبيط نجلب لي خصني ضروري نخلص على هذا وواحد اخر، ما يمكنش، بزاف علينا خويا حنا هادشي، كنطالبوا خويا بالطاكسيات يدخلوا عندنا الفتح اربعه. هذا هو المشكل، كنطالبوا بالطاكسيات يدخلوا عندنا الفتح اربعة. هذا هو المشكل اللي عندنا حنا. حنا حولونا من السكن الاقتصادي من المدينه، جابونا هنايا، لا ترونسبور لا طريق لا والو، الطاكسي كيبغى يطلعنا هنا خصنا 1000 فرانك، ولا بغينا نمشيو للمدينه خصنا 300 ريال. كنركبوا من هنا لتحت الشانطي، ومن الشانطي عاد نشدو ترونسبور، هادشي بزاف عندنا، وكيمشي عندنا خواتاتنا خدامين الصباح كنخافو عليهم، الطاكسي ما كيبغيش يطلع على حساب الطريق هنايا، كلها محفرة والدنيا كلها خايبة. حنايا من الساكنة تاعت ولاد أحمد كنطالبو بالطاكسيات، لأن كنعانيو مع الصباح معاناة قاسية، كيقول لك الطاكسي ما نطلعش هنايا، حيت الدنيا محفرة، ما عندناش الطرقان، ما عندناش طاكسيات، الطاكسي لا بغى يجيبك من الولفه لولاد حمد الفتح اربعه، الفتح اربعه كيقول لك غتعصيني ثمن بايد انا غيدوبل باش غيطلعك هنايا، ولا كانوا معاك الدراري ثاني، لا كانوا معاك الدراري يعني غتخلص على ولادك، غتخلص على اي واحد، كنفيقوا مع 6 الصباح، ما غيمكنش لك تمشي من هنايا حتى الفتح ثلاثة باش غتركب طريق بزاف على الواحد، وكنطالبوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا من حال الفتح أربعة، لأن ما عندنا لا طرقة لا والو، الإنارة للشارع الأصل اللي غتخرج فيه كاين الظلام، ما كاينش الإنارة.